معلش استحملوني الفيديو ده لان الموضوع اصلا تعبني انا نفسيا. من يومين في بنت كلمتني على غسالة الصفحه فبتقول لي احمد ارجوك تسمعني انا في مشكله وما عنديش حد يسمعني. قلت لها طبعا اموريني طبعا وعملت فيها سوبر مان ويا ريتني ما فتحت بقي. قالت لي بص انا مرتبطه بواحد. قلت لها علاقه عاطفيه بقى وهتخنقيني. ماشي كملي. انا مرتبطة بواحد وهو كان مرتبط قبلي فالاكس بتاعته رجعت كلمته وهو كان بيحبها جدا فرجعوا لبعض. قلت لها وسابك. قالت لي لا ما سابنيش احنا لسه مرتبطين. قلت لها معلش يعني ازاي مرتبطين؟ طب ايه الشرع حل الاربعه في الجواز لكن الارتباط اصلا علاقه حرام يعني انت ايه مفيش دم مفيش احساس مفيش كرامه. قالت لي لا اصل هو الصراحه بيهتم بيا وبيها بيعرف يحتويني ويحتويها بيعرف يهتم بتفاصيلي ويهتم بتفاصيلها. قلت لها طب معلش بالليل بيسهر يكلم مين؟ قالت لي بنفتح ماسنجر كل احنا الثلاثه. تقول لي في عز مشغولياته وفي عز كل اللي وراه بيتصل بيا يطمن عليا ويتصل بيها برضه يطمن عليها. قلت لها لا معلش يعني ده احمد عز ده توم كروز العرب ابعتي له صورته عشان انا عايز اتعلم منه ادخل اساله يعني الخبره ده الاكسبيرينس ما ينفعش نضيعه. لقيتها بعت لي صورة عيل قد كده انا ما بكذبش والله يعني هو الولد فعلا قد كده. قلت لها لا انا عايز صورته هو كبير مش صورته هو صغير. قالت لي لا يا احمد هو ده. قلت لها هو ده ايه ده كام سنه؟ قالت لي 12 سنه. قلت لها انت بنت عندك كام سنه؟ قالت لي 11. 11 و12 والبنت الثانيه برضه 12 ايه العبط ده؟ ايه يا جدعان انتوا جايبين تهزوني ولا ايه؟ دخلت على صفحه الولد لقيته كاتب ايه؟ لوني راجل صاحبوني لوني رجل منهم طنشوني يا مستني الحساب اتقل عشان انا العذاب اخويا الطرش اللي بيصحى ما بيفطرش. يعني احنا في سننا لما بنيجي نضحك على البنات مثلا وعايزين نرتبط بيهم بنقول لهم ايه سنه اتنين تلاته اخلص جيش اخلص كليه اكون نفسي اجي اتقدم لك ده العادي. لكن انت بقى بتضحك على البت دي ازاي؟ يعني انت كواحد 12 سنه بتقول لها ايه؟ بتقول لها سنه اتنين تلاته ابقى وصلت لسن البلوغ خمس سنين وطلعت بطاقه. بتضحك عليها ازاي؟ انا وانا صغير انا كنت بشوف اللي اكبر مني مرتبط دلوقتي انا كبير بشوف اللي اصغر مني مرتبط ولا في يلا هي ماشيه بالعكس. لقيت بوست برضه من كام يوم على جروب كده ولد عنده حوالي 12 سنه بيقول انا عايز ارتبط بس المهم تكون محترمه. المشكله ان انا لقيت حوالي 50 بنت ردين عليه وبيقولوا له انا ممكن ارتبط بيك انا محترمه جدا وطلع كومنتات مش بتهزر دول بيتكلموا بجد. يا جدعان في اهل العيال دي فين يا جدعان؟ وايه المحن اللي في السن ده؟ يعني في بوست قريته كده لقيته بيقول ايه؟ والمصحف انا بحبك وانت عارفه انا قصدي على مين بس مش هينفع اكتب على النت ودي اماره انوسو. يعني انت بتدخل لها الشات تدلعها تقول لها انوسو ومكملين في العلاقه ازاي؟ بعد انوسو دي انت المفروض ما تكمليش مهما كان سنك والله لو بيبي واحد بيقول لها انوسو ما تكمليش. بصوا يا جماعه انا مش هقول لكم ان انا دمي محروق عشان العيال دي مرتبطه وان ده ضياع للاخلاق والقيم المجتمعيه والجو ده كله لا انا غيران منهم. انا عايز ارتبط زي العيال الصغيره. شايف العيال الصغيره دي؟ انا عايز ارتبط زيهم. مش هقول لك اتنين عايز ارتبط كائن بس كائن واحد عايز ارتبط زيهم.